جميع من في عالمنا على يقين بأن الآباء هم الأشخاص الأكثر حباً وتقديراً لأبنائهم، باستثناء فئة قليلة جداً من الآباء الغير أصحاء. ودائماً يحاول الآباء تعليم أبنائهم الأفضل لهم في حياتهم، وأحياناً لا نفهم ذلك، ونعتقد أن الآباء لا يفهمون كل الأمور الحالية بشكل كاف لنصيحتنا. ومع ذلك هذا لا يجعلهم يتوقفون عن تقديم أفضل ما لديهم، حتى إذا كان ذلك على حساب حياتهم وصحتهم. ولكن هذا بالنسبة للبعض مجرد حلم، أي أن يكون لهم آباء مثل هؤلاء. واليوم سنعرض لكم قصة عن فتاة صغيرة لم تمتلك والدين مثاليين. تابع الفيديو حتى النهاية لتعرف التفاصيل. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تعيش الفتاة الصغيرة كلين سكاي في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت أحداث قصتها منذ بضع سنوات. في هذا الوقت لم يكن هناك عدد كبير من الناس في أحد أكثر الأماكن شغباً في مدينة كانساس في بداية الألفية الثالثة، وكان العالم يعيش في هذا الوقت بعض الاضطرابات وحالة من فقدان السلام، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى بعض العنف من عصابات الشوارع في هذه المنطقة. لم تكن الفتاة كلين سكاي محظوظة لكونها تعيش في تلك المنطقة المخيفة مع والدتها وشقيقين أصغر منها، وكانت الفتاة تبلغ في هذا الوقت 9 سنوات. كانت والدتها تضطر إلى الخروج لوقت طويل من المنزل وتترك الطفلين الصغيرين برفقتها. كانت الأسرة تعيش حالة من الفقر والاحتياج، لدرجة أن والدتهم كانت تتركهم دون طعام لساعات طويلة، وكان الولدان الصغيران ينظران إلى أختهما وكأنها الملاك الذي سوف يتحنن ويحضر لهما الطعام. لم تكن والدة كلينسكاي امرأة سيئة، ولكن كان لديها الكثير من المشاكل في حياتها، لذا وفي بعض الأحيان اضطرت إلى السرقة لإطعام صغارها، وكثيرا ما ذهبت إلى خدمة الآخرين مقابل المال، وهذا كان يتطلب منها البقاء لفترات طويلة خارج المنزل. وعلى نفس الشاكلة كانت الفتاة تضطر إلى السرقة لإطعام أشقائها الصغار، ففي عامها 9 ذهبت إلى إحدى محطات الوقود لسرقة بعض الأغراض مثل البيض والحليب من المحل التجاري المرفق بالمحطة، وكانت تشعر بالذنب الرهيب لقيامها بتلك الأفعال، ولكن الإحساس بالجوع وتضرع الأطفال إليها جعلها تفعل هذا أكثر من مرة، حتى باتت معروفة أنها لصة صغيرة. وحاول البعض إخبار الشرطة أنها تسرق الطعام، ولكن لحسن الحظ لم تلقي الشرطة القبض عليها لعدم التمكن من القبض عليها أثناء قيامها بالسرقة. ورغم كل هذا كانت دائما تحاول أن تحفز نفسها بأن عالمها المثالي سيأتي يوما ما، وتستطيع أن تعيش الحياة بشكل مختلف عما تعيشه الآن. فكانت دائما تبتعد عن القسوة الموجودة في الشوارع، وتحاول أن تعيش في عالمها الخاص، وتنظر من النافذة وتتخيل عالما جميلا ونظيفا، وفيه أناس محبون صادقون، ومجتمع عادل يعطي الجميع من خيراته. وكان يمر بشكل يومي شخص في زي أنيق وجسم رياضي، ودائما ما يحدق إلى الفتاة في النافذة، وكانت كلين سكاي تنتظر مرور هذا الشخص يوميا. وفي أحد الأيام لم تستطع الفتاة المقاومة وقامت بالتلويح له، ورد هو عليها بابتسامة جميلة ولوح لها أيضا للتعبير عن ترحيبه بها، ثم اقترب من النافذة فعرفت أنه الضابط جاك كولفين، وشعرت بالخوف بسبب حالات السرقة التي قامت بها. ربما اقترب من النافذة للقبض عليها، ولكنه لم يفعل هذا، ثم شعرت بالأمان تجاهه وأرادت أن تعرفه كافة التفاصيل. ولكن كيف؟ كان جاك يشعر أن هناك أمورا غريبة حول هذه العائلة لا يعرف الجيران الكثير من التفاصيل عنهم، لذلك قرر قضاء وقت يوميا في محاولة معرفة التفاصيل حول هذه الفتاة الصغيرة وسر العائلة وما الذي يحدث داخل هذا المنزل الغريب. واستمرت الفتاة في إلقاء التحية على الضابط يوميا أثناء مروره، وفي أحد الأيام قرر الضابط طرق باب المنزل ليتفقد ما يحدث بالداخل،
وعندما فتحت الفتاة باب المنزل ألقت تحية وأخبرها أنه الشخص الذي يمر يومياً وتلقي عليه التحية، وأنه يريد أن يتحدث معها لبعض الوقت، وطلب منها أن تخبره إذا كانت تحتاج إلى المساعدة هي وأخوتها الأصغر سناً منها، وأخبرها أنه دائماً موجود لمساعدتها ويمكنها أن تتصل به في أي وقت إذا شعرت بالخوف أو كانت في احتياج إلى المساعدة، وهذا جعلها تشعر بالأمان. ورغم عدم وجود والدتها تقريباً بشكل كامل في المنزل، إلا أنها دائماً كانت تخبر الأطفال أن الضابط جاك شخص موثوق منه ويمكننا طلب مساعدته في أي وقت ولأي سبب. وبقي الوضع كعادته لبعض الوقت، يمر جاك يومياً وتلقي الفتاة التحية عليه ويسألها إذا كانت تحتاج إلى المساعدة. وفي أحد الأيام مر جاك ولم يجد الفتاة كعادتها تنتظره في النافذة، وفي اليوم التالي أيضاً لم تكن موجودة، وهذا جعله يشعر بالقلق الشديد. على الفور ذهب إلى الباب وطرقه وليس من مجيب، فحاول الاتصال بها ولكنها أيضاً لم تجب على الهاتف، فقام جاك بكسر الباب الأمامي للمنزل، وما وجده كان أمراً لا يصدق. وجد الفتاة الصغيرة مريضة ومطروحة على الأرض لا تستطيع أن تتحرك، والأطفال الصغار يبكون بجوارها. وعلى الفور أخذ الفتاة في السيارة والطفلين الصغيرين في المقعد الخلفي وأسرع إلى المستشفى، وتم تشخيص الحالة من الأطباء أنها فقدت الوعي بسبب سوء التغذية. جاءت الأم إلى المستشفى لاستلام الأطفال والرجوع إلى المنزل، ووجدت أن جاك متواجد بشكل دائم منذ وصول الفتاة إلى المستشفى، وقرر التحدث إلى والدة الفتاة بشكل جدي عن مدى خطورة الأمر لترك الأطفال الصغار لوقت طويل في المنزل بدون رعاية وأيضاً بدون طعام، ولكنه شعر بأن الحديث لن يحدث أي تغيير، فالأمر سيبقى كما هو عليه، فالأم ليس بيدها أن تهتم أكثر من ذلك. استمر جاك في جلب الطعام لها يومياً، ودائماً كان يتحدث إلى الفتاة عن ضرورة أن تبقى قوية ومتماسكة ولا تستسلم أبداً لهذا الوضع، فمن المؤكد أنه سيأتي اليوم ويتغير كل هذا إلى عالم مثالي تشعر فيه بالرفاهية والاستمتاع مثل باقي الأطفال في عمرها. وكانت الفتاة تشعر بأنه والدها الحقيقي من حبه لها، وتشعر بالأمان والثقة أثناء وجوده بالقرب منها. وبعد مدة قصيرة من تلك الحادثة قررت الأم أخذ الأطفال وترك المدينة بالكامل، ولم يعرف جاك أي تفاصيل عنهم، وظل الوضع هكذا لمدة 20 عاماً. لم يتوقف جاك خلالها عن البحث عن الفتاة، وحاول دائما معرفة التفاصيل ولكن دون جدوى. وحين اقترب سن التقاعد لجاك وقبل يوم تقاعده، تلقى اتصالا هاتفيا من إحدى الضابطات وهي صديقة له، المحققة جينيفر، تخبره بأن لديها أخبارا مفرحة له، فقد عرفت مكان الفتاة وعليه الذهاب إلى هناك لرؤيتها. كان جاك مرتبكا للغاية أثناء الطريق إلى الفتاة ولا يعرف ما كان عليه أن يفعل. عندما وصل وجد فتاة جميلة مليئة بالطاقة، فبدأ بالبكاء، وعلى الفور ذهب إلى معانقة الفتاة الجميلة التي لطالما بحث عنها وحاول الاطمئنان عليها، وأخبرته أنها دائما كانت تحاول الوصول إليه ولكنها لم تعرف الاسم الكامل له ولا تفاصيل المكان للبحث عنه، وحاولت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليه ولكن دون جدوى. أخبرته المحققة جينيفر أنها عرفت كل التفاصيل وحاولت إيجاد طريقة لتصل الطرفين، وقامت بالبحث حتى وصلت إلى هذا. وأخبرت الفتاة جاك أنها دائما كانت تتذكر كلامه المشجع لها، وتقص للجميع تفاصيل هذا الرجل الذي أطلقت عليه لقب الملاك الحارس كما كان لها، ولم تستسلم أبدا كما كان يخبرها جاك دائما، وأنها دائما يجب أن تكون جاهزة لفعل الخير حتى وإن كان الشر يحيط بها من كل اتجاه. أصبحت الفتاة شرطية أيضا في مدينة هيوستن مثل الملاك الحارس، وكانت دائما تفعل ما تعلمته من جاك في صباها بفعل الخير والبحث عن الأشخاص الذين يحتاجون إليها وتقديم المساعدة لهم، وكانت الفتاة أيضا سببا لنجاة إخوتها الصغار.
تعيش كلين سكاي حياة مثالية، فهي أم لطفلين رائعين، وتعيش حياة عملية ناجحة في عملها، وأصبحت نموذجاً يحاول الكثيرين التشبه به. وكان هذا فقط بسبب شخص قرر أن يقدم الخير بدون انتظار أي مقابل، وكان هذا كافياً لتغيير مسار حياة الطفلة من شخص يسرق للحصول على الطعام إلى فتاة نموذج للمجتمع يحاول الجميع التشبه بها. فالخير وكلمات التشجيع مثل الذهب، يبقى أصيلاً ومؤثراً في الآخرين مهما طال الزمن. فإذا اتخذ كل شخص في الحياة قراراً في هذا المجتمع، ففي المستقبل سيكون مختلفاً عما هو الآن، والعالم المثالي الذي يحلم به الكثير من الأشخاص سيكون حلماً ممكناً وليس مستحيلاً. فالبداية من عندك، لا تنتظر التغيير من خارجك، ابدأ الآن في صنع التغيير الذي تريد أن تراه في المستقبل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء جديد.